تعال ناخد معانا على التليفون بعد اذن حضراتكم دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. اهلا بيك يا دكتور ايمن. اهلا بيك يوسف بيه، تحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك بخير وسعاده. تحياتنا ليك يا فندم ولمعالي الوزير. اهلا بيك دكتور ايمن. اللي حصل من قرارات اوبك بلس والقرارات الروسيه قد يؤثر ازاي على الطاقه في العالم وعندنا؟ خلينا نقول لحضرتك احنا الحمد لله يعني في وضع يعني الحمد لله يعني مستقر، ويعني طبعا في تحديات اكيد بتقابلنا وزي ما بتقابل العالم كله، ولكن الفتره اللي فاتت والاهتمام بتنويع مصادر الطاقه وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وكمان في نفس الوقت الزيادة أو الطفرة الكبيرة اللي تمت لما بنتكلم في مجال الكهرباء بالذات، ده المردود بتاعه اللي احنا بنشوفه دلوقتي، إن في تلبية كل الاحتياجات اللي موجودة. بالعكس احنا بنحاول كمان إن احنا نشوف إزاي نستفيد أو من الفرصة الاقتصادية اللي قدامنا من زيادة احتياج للغاز الطبيعي اللي بقى عندنا الحمد لله في انتاج منه يعني كويس. فطبعا ده ادانا فرصة ان احنا اول حاجة نقلل استهلاك الغاز في انتاج الطاقة الكهربية، نحاول نصدره عشان نستفيد به يعني المقابل المادي الاعلى في التصدير، طبعا علشان يلبي بقى بعض الاحتياجات في من العمله الصعبه اللي ممكن صحيح تبقى موجوده عندنا. بالتاكيد العالم كله دلوقتي يمكن من ضمن المشاكل والتحديات اللي بتقابلها الطاقه بكل انواعها، سواء الغاز، البنزين، الكهرباء. الحمد لله ديت يمكن مش عندنا، ويمكن العالم كله بيسعى دلوقتي كمان في جزئيتين. الجزئيه الاوليه هو الربط الكهربي، وده اللي احنا من يعني الحمد لله يمكن في يعني مناقشات وفي مجهودات بتتم علشان الربط الكهربي مع خاصه مع اوروبا. والجانب الاخر الجزء الخاص بالطاقات المتجدده وكيفيه الاستفاده منها، لان هي مصدر طبيعي وفي نفس الوقت بيقلل الطلب على المصادر التقليديه الموجوده. اي نعم ما زال هناك طلب على المصادر التقليديه، ولكن يعني زي الدول زي عندنا احنا كده لما يكون عندهم مصادر متجدده وفي اقبال عليها، ده بيساعد درجه كبيره جدا ان انت تقلل كمان من استهلاكك للمصادر التقليديه للغاز الطبيعي والبترول. يعني الحمد لله احنا الوضع بتاعنا الحمد لله يعني مستقر بدرجه كبيره الحمد لله. طيب هل يا دكتور ايمن هذه الازمه في الطاقه وهذه القرارات الاخيره من شانها انها يعني تضع اوروبا في موقف حرج هذا الشتاء؟ يعني بالتعبير اللي بنقراه في الصحف بتاعه بلاد بره انه قد تشهد القاره الخضراء شتاء قارصا؟ هو طبعا بالتاكيد هي في صعوبات كبيره بالتأكيد، يعني يمكن الشهور القادمة شهور يعني في استعداد كبير جدا ليها، وبدأت العلاقات تاخد منحى جديد واهتمامات سواء على مستوى القيادات في كل الدول وخصوصا الدول الأوروبية، وكمان في نفس الوقت على مستوى الاستثمار. فبقى في الفرص بتاعه الفرص البديله او الفرص الاقتصاديه البديله زي ما احنا قلنا الطاقات المتجدده والربط الكهربي بقى يسعوا اليها بدرجه كبيره جدا، لدرجه ان في يعني مناقشات ومباحثات خاصه بالربط الكهربي على اكثر من اتجاه ما بين مصر وما بين اوروبا. وفي نفس الوقت يمكن عندنا الامكانيات الخاصه بالاساله بتاعت الغاز، الامكانيات الخاصه بالوفره اللي موجوده وتصديرها، ف ده بيعكس مدى التحديات اللي بتقابلهم، وان هم فعلا يعني الوضع عندهم مش يعني مش مريح،
والطلبات اللي على الطاقه بالنسبه لهم، لان في الشتاء طبعا اكيد هيبقى طبعا الطلب زياده. عندهم اتجاهات في الترشيد، بس الترشيد مختلف عن ده احنا بنسعى عليه. اذا كان عندهم، احنا عندنا احنا بنسعى للترشيد علشان نوفر فرصه اقتصاديه افضل لتصدير الغاز الطبيعي. صحيح. عندهم الترشيد لان هم عندهم احتياجات اكثر من المتطلبات اللي موجوده، ويمكن هتزيد في الشهور الجايه القادمه. فبالتاكيد تحديات صعبه، ويعني العالم كله يعني لابد ان يواجهها، والدول اللي هي بتعتمد على الطاقه من المصادر اللي عندها المشاكل بتاعتها حاليا اكيد هتواجه صعوبات بالتاكيد. طب دكتور ايمن اخيرا، يعني معلش انا اثقل عليك وبطول عليك، هل رصدتم في الوزاره انه هناك اتجاه متزايد لاستخدام الطاقه البديله منزليا؟ يعني الناس تبدا تركب سولار بليتس، غلايات طاقه شمسيه، تحاول تظبط البيت كله على الواح شمسيه وتوصلها على الجريد يعني او على الشبكه. هل بدا ده يحصل؟ واذا بدا الاتجاه صاعد بنسب قد ايه تقريبا؟ هو بص حضرتك، احنا بالتاكيد احنا بنشجع الجزئيه دي. حلو. الحاجه الثانيه، في اقبال بالنسبه لكثيفي الاستهلاك بتاعه الطاقه. قبل ما نتكلم على المواطنين، يعني اللي كثيفي الاستهلاك للطاقه دوت بيبقى عندهم اهتمام او عندهم احتياج كبير جدا للطاقه، وفي نفس الوقت المنتجات بتاعتهم عايزينهم يبقى باسعار تنافسيه كويسه. بالتالي في اقبال كبير جدا لزياده استخدام الطاقات المتجدده وخاصه الشمسيه في كثيفي استهلاك الطاقه، المصانع والحاجات اللي هم بيحتاجوا استهلاك طاقه كبير. الجانب المواطنين طبعا بنلاقي في اقبال بالنسبه للمواطنين عندهم فواتير بتبقى عاليه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الاتجاه دي برضو الاستفادة من مصدر نظيف موجود، ويمكن في السخانات الشمسية في بعض القرى السياحية بقت موجودة، لأن هتقل برضو الاستهلاك اللي موجود. وكمان في نفس الوقت يمكن عندنا في الوزارة في جزء مهم جدا، وهو التشجيع ليه تركيب الخلايا الشمسية باستخدام ما يسمى عداد سطح القياس. يعني يركب الخلايا الشمسية أعلى السطح المبنى، وفي نفس الوقت يتوصل على العداد دوت. العداد دوت بيحسب بحاجتين، يحسب له اللي بينتجه من الخلايا الشمسية وبيضخ في الشبكة، وكمان في نفس الوقت بيحسب له الاستهلاك اللي هو بيستهلكه من الشبكة العادية. لأن طبعا الخلايا الشمسية أو الطاقة الشمسية موجودة بالنهار، طبعا بالليل مش موجودة، كمان في نفس الوقت ممكن ما توفيش كل احتياجاته طبعا. وبالتالي بيعمل نوع من المقصه علشان اللي هو بينتجه، يعني يعمل محصله ما بين الاثنين. ويمكن اللي بينتجه دوت يمكن بيتم حسابه كمان باعلى شريحه، وهو الاستهلاك بتاعه حسب ما هو بيوصل للاستهلاك بتاعه. فبالتالي في اقبال كويس جدا، سواء بالنسبه للفنادق، المباني، في مباني حكوميه، يمكن المباني اللي تبع الشركات اللي تبع لشركه القابضه لكهرباء مصر ومبنى الوزاره هناك في الخلايا الشمسيه. وعايز اقول لحضرتك يمكن شرم الشيخ ان شاء الله هتشهد، يعني ده دي المدينه الخضراء بقى خلاص. دي المدينه يعني الخضراء، دي عدت المدينه الخضراء، وتبقى ونقدمها للعالم بنموذج ان شاء الله يكون نظيف ويعني مشرف لمصر باذن الله. بإذن الله. أشكرك جدا يا دكتور أيمن، كل الشكر ليك. دكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء.